حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. أهلا بك سعادة المستشار في نشرة الثالثة. بداية، ما الذي يمثله بيان المنظمات الدولية وهذه الإشادات الواسعة بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين؟ بداية مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. والبحرين تحتفي هذه الأيام بعرسها الديمقراطي اللي يتمثل في إقامة دولة المؤسسات والقانون وإقامة الديمقراطية وفق الأسس المنضبطة مع المواثيق الدولية. وهذه التجربة اللي تحتفي مملكة البحرين بمرور 50 سنة عليها و20 سنة على منذ انطلاقها في ضوء الميثاق الوطني، ميثاق العمل الوطني، هذه الإشادة الدولية تعبر عن مدى تقدير وإشادة المجتمع الدولي وإثراء لهذه التجربة. البيان أكد على أن تجربة البحرين في المنطقة تعتبر نموذج يجب أن يعني تستجدي بها بقية الدول وأن تستفيد من هذه التجربة. رعاية جلالة الملك المعظم لهذه التجربة هو ما يميزها ويثريها. التكامل الذي أوجده ميثاق العمل الوطني في الحرص على أن تكون هذه التجربة رائدة ومستمرة دون انقطاع وبآليات متطورة هي ما يثري هذه التجربة ويجعلها تتوائم تماما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. المنظمات في هذه البيان أكدت على أن مملكة البحرين تقدم نموذج وعبرت عن ثقتها الكبير. الاتحاد العربي لحقوق الإنسان قال هذا الجهد تقديرا منا لما تقدم مملكة البحرين في هذا الإطار. مهم أن نؤكد على أن غالبية هذه المنظمات التي أكدت اليوم موقفها من مملكة البحرين هي منظمات دولية، لا يوجد في البيان أي منظمة بحرينية، هم يمثلون المجتمع الدولي بكل قارات الأرض. وهم يعني مهم أن نؤكد على أن هذا الموقف يعتبر مفصل رئيسي في إثبات تميز تجربة البحرين وريادتها على المستوى الدولي. نعم سعادة المستشار، ما الذي يميز هذا البيان الدولي تحديدا وكيف يسهم في تعزيز مكانة البحرين وريادتها على المستوى الدولي خصوصا في هذا الوقت؟ كما قلنا هذا البيان يأتي في ضوء استحقاق رئيسي مملكة البحرين تقوم به أو ستقوم به خلال الأسابيع القادمة، إضافة إلى أن في بداية نوفمبر ستخضع البحرين للاستعراض الدوري الشامل الرابع. هذا التعبير من المجتمع الدولي للتجربة الديمقراطية وجهود مملكة البحرين في تعزيز واحترام حقوق الإنسان هو ما يميز ويؤكد على أن التجربة الراسخة اللي قدمتها البحرين تستحق الإشادة. وهذا الطيف الواسع من المنظمات التي تمتلك الصفة أو المركز الاستشاري وهو ما يعني توافق هذه المنظمات مع المعايير الدولية وقبول الأمم المتحدة بمركزها الاستشاري كمراقب لحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. سوف نؤكد على أن هذا البيان يصل إلى كافة الجهات الأممية ومهم أن نذكر إلى أن إلى الآن البيان أصبح اللي انضموا إلى الآن 127 منظمة. على بداية نوفمبر رايحين نرفع هذا البيان بما يقارب 150 منظمة تقريبا نتوقع إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة وغيرها من الآليات والمراكز الاستشارية في العالم حتى نؤكد ريادة مملكة البحرين في هذا المجال. نعم سعادة المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.